بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. امتدادا يا جماعة لمواضيعنا السابقة، وهي سن العدد، السكاكين، ماكينات الحلاقة، المقصات وما إلى ذلك، والقطر. النهاردة هنقدم لكم فكرة سن المخرطة، مخرطة الملوخية. ومخرطة الملوخية يا جماعة لها أهمية عند المصريين، لأنها أكلة شعبية المصريين بيحبوها. النهاردة يا جماعة هنجيب لكم أهم حاجة في طريقة السن الصح والبسيطة، أبسط طريقة للسنها وأحسن طريقة لسنها، وهي عبارة عن حتة صنفرة ناعمة زي ما احنا شايفينها كده، عاملينها على عصاية وناعمة جدا، ناعمة جدا، أكرر تاني، ناعمة جدا. أنا بسن عليها مكان الحلاقة مش من دلوقتي، من زمان سن عليها السكاكين، المقصات، كل الآلات اللي أنا عايز أعملها حادة، بس نستخدمها صح. الاستخدام الصح بتاعها يا جماعة إن احنا نديها زيت، اديها زيت أو مية زي ما احنا شايفين كده أهو. الزيت ده يا جماعة ما بيخليش السن بتاعها يتحرق، سواء هي أو مكان الحلاقة أو المقصات. السن اللي فوق ده يا جماعة لازم كل الذرات تروح عنده كده وتتماسك، وتكون رفيعة جدا، رفيعة جدا لدرجة ان هي تقطع اي حاجة وتكون حامية. مش هستخدمها على الناشف، غلط استخدام دي، استخدام الصنفرة على الناشف، لا، لازم اديها زيت او على الاقل مية. طبعا طول عمر اهالينا زمان والاقدمين بتوعنا بيسنوا الحاجة بالزيت، وكان في زمان حاجة اسمها قايش، ده بيبقى عند الحلاقين بيسنوا بيها مواسي الحلاقة، وهو عبارة عن جلد ومحطوط عليه زيت، والجلد طبعا ما بيكون ناعم جدا، وبيفضل يكرر عملية السن بالطريقة، يبقى ماسك كده الموسى يا جماعة كده اهو، كده اهو، واحدة كده وواحدة كده، واحدة كده وواحدة كده. يعني حكاية السن دي مش بدعة او حاجة جديدة احنا مخترعينها، ده حاجة من زمان، بس القايش طبعا بيكون ناعم جدا، عبارة عن حزام جلد كده وبيتعلق وبيفضل يبري بيه الحلاق. طبعا الطريقة اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو، في الاول خالص رايح جاي، في الاول خالص رايح جاي زي ما احنا شايفين، ده عشان استعدال السلاح ده او السن ده الاول عشان استعدله، لو في اي حاجة خشنة جامد، او في مثلا جت على مسمار مثلا واتحفر جزء كده، لا اهو ده في الاول، ماشي يا جماعة في الاول، بعد كده بيكون في اتجاه واحد كده اهو يا جماعة اهو، وهو الاتجاه من الداخل هنا كده للسلاح اهو يا جماعة كده اهو، ده عشان نعمل سن حاد للسلاح في اتجاه واحد. يمكن بنجيب كل الذرات كده لقدام، الذرات الدقيقة جدا اللي هي بتتماسك، مش الغبار التخين، لا، ده بيتماسك الذرات الضعيفة جدا او الصغيرة جدا اهو يا جماعة اهو كده، ونروح جايبينها من الناحية التانية اهو اهو، في اتجاه واحد لقدام. طبعا دي طريقة، في طريقة تانية ان احنا نحطها كده ونمشي دي عليها كده، بس طبعا ماسك العصاية اسهل اهو، ماسك العصاية بيبقى اكثر في التحكم يعني اهو، ماشي يا جماعة كده اهو اهو كده اهو اهو كده. عملت انا كده، انا ممكن اكتفي بكده وهتقطع برضه زي ما احنا شايفين اهو اهو، بصوا يا جماعه اهو اهو، يديها تاني. في حاجه بقى، طريقه تانية، وهي بالسلاح
زي ما احنا شايفين كده بمسن، ده مسن صيني اي كلام، مش غالي يعني ورخيص. وممكن برضو السن برضو يا جماعة، اهو كده اهو كده اهو، بصوا كده اهو، من الداخل للخارج اهو اهو يا جماعة. طبعا لو انا عايز اجيب مسن اجيب مسن، امكانياتي لا تسمح او انا مش عايز اجيب، هتستخدم الصنفرة اهو يا جماعة كده، بصوا اهو بزاوية مايلة اهو. في طريقة كمان احسن، طبعا في مسن زي ما احنا شايفين اهو، برضو نديله زيت، بس ده مسن مسن ناعم ناعم جدا، انا ما بستخدموش غير في ما في ايه سن مكن الحلاقة، فانا شايله مش عايز ابوظه لان انا مصلحه قبل كده. وطبعا اهو برضو بنفس الحكاية كده، طبعا ده ناعم هيخلي ناعمة جدا. طبعا اكرر العملية دي لحد ما ايه السلاح يبقى حاد جدا، سواء مع المخرطة او السكينة او اي حاجة تانية. طبعا في ناحية تانية اهي خشنة اهي، لسه انا افضل عشان ايه الفينش النهائي نعمله بالناعم اهو يا جماعة. وادي التانية اهي كده، طبعا هعمل كل سنون المخرطة اهو في اتجاه واحد للخارج، انا عملت في الاتجاهين كده في الاول خالص عشان اعدل او ابري بسرعة المخرطة لو فيها حاجة بارزة اهو يا جماعة. مية كده مية مية اهو. ممكن طبعا زي ما قلت قبل كده بالطريقة دي، بس هتبقى صعبة عليا شوية اهو اهو اهو. بصوا يا جماعة اهو برضو من الايه كده اهو، من هنا كده كده اهو، وممكن كده اهو زي ما احنا شايفين اهو كده، اجيبها من اول كده اهو يا جماعة اهو كده اهو اهو. والناحية التانية اهو، ممكن طبعا تجيبي مسن او تجيبوا مسن وتشيلوه عندكم الظروف اللي زي دي كده. نشوف يا جماعة، بسم الله اهو يا جماعة اهو، لقيناها خشنة نديها تاني، لقيناها يعني لسه ما اتعملتش اهو يا جماعة اهو اهو. ومن الناحية التانية اهو، نشوف كده العملية اهو. بصوا يا جماعة اهو، بصوا، بس طبعا لو خشب بيبقى احسن اهو اهو اهو. طبعا انا مش عايز ابوظ بقى المخرطة تانية اللي تحتها ايه سيراميك، فمش عايز يبوظ. دي احسن طريقة لسنها، ودي ابسط طريقة بالحجر الجلخ، وتصبر عليها شوية عشان تبقى ناعمة، او ببساطة دي مش هتاخد منك كتير برضو، بس طريقة الحجر احسن، ودي الاصلية. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة، وان افدتكم بمعلومة بسيطة، وشكرا.